أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعترض ابن مالك الثاني بقوله تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، وإني ليحزنني أن تذهبوا به، فإن الذهاب كان مستقبلا، فلو كان يحزن حالا لزم تقدم الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره. والجواب درسي دو صدو سي لدرس كان شرحي مغني اللبيب. لسرتاي لام داين لامي غير عاملة ككتبان حو نوعا يا كمان لام ابتداء، لام ابتداء بارحالة و بلامي تأكيدش تعبيري لدى ديتو بلان لو بدوه كدروين لدري جاي بحثة كمان دا وابيدتي لاي هندي كان لامي تأكيد ولام ابتداء واقعا فرقيا ببيع بلان اوي كأملي ردا فرمي إحداها لام الابتدائي وفائدتها أمرانية كم توكيد مضمون الجملة تبعة دبي لام ابتداء وتأكيد يكيك بن بلام دواي واقعا ليك ينجاد كمان لا قد يعني وابي دسي ليك جهابا شونك دواي تشاشو نقاشك دي تبروا لو تشاشو نقاش دا بودق ان كلامي ابتدى جيا لامي تأكيد جيا بلام باعتقادي من ان بحثك بحثك زور تشرو برو وزور زور ريكو بيك هنا يوتي ابن شام بلام براسي كمكورتي تدايا تبهد او بلين كواقعا ليرا كندا كمكورتي لبحثك بديدك لد هلبتا من كتابي الجنة الداني ملايا بو يك دقيقة كتمان شايكم ليرا كندا دميكا سيبنا كردوا آية لويش ده هربو شيوا مرادي خوال رازي بي يعني بحثكي دارشتو يانا بلان واقعا هزدا كم كمو كرتي لن بحثة ده هيا يعني كومالا شدهن دبوايا او بحثاني بكرنا مثلا لامي ابتداء اقل لقل لامي تأكيد جايا نشانه كان ينتشن مثلا باشا او يكدبيني ليره دا لزولو لكم بريزان هيتي نقوتو اللي تبك اني خارج والله نظرم جا ليره نقول بي لكتي بخارج راقام لين يشتوى بيت بي بارحال اما بالنسبة لامه و او كا بارحال او لبيش دا لمراديش الباسي حرف جردك لامي حرف جر هل بدو كمعاني حرف جركي وأظنم بلاوة زورترن تاوكو دواء لامي جازمة باشان لامي يك دقة لامي وجحوت بلا مش بلا لا حول ولا قوة إلا بالله باغي جاء لامي عامل بلا لامي ابتداء بلا هروي قلت امي دلي وهي اللام المفتوحة في نحو لزيد قائم وفائدته توكيد مضمون الجملة قال الزمشري وغيره ولا تطو إلا على الاسم الفعل المضارع ومثلوا دخولها على المضارع قال وإن ربك ليحكم بينهم وهو صحيح لأن اللام الداخلة في خبر إن في الاسلام الذي يسيت بأن ذلك هل شتي شي نسي ولا والله مش هلوي هلوي هنا وكو لامي تأكيد نحسن والله سبحان ربو آوايا سلكاتي درس كشمان لنجير بلان والله بيام سير نخيني هنا دوشت بياد اسمان بوي مرادي دابزان داخل وشتي شي هنا هنا بلان نخيني هنا بلا برخ وتمان اللي أرد أفرمي دو يعني فائدة كي دو شتيشان تأكيد مضمون جملة كي دو مشان وتي وتخليص المضارع للحالي خالص بالاوتي لكاتو مضارع بحال يعني وقت أولى ما تشوسر مضارع ولا تسنزني خندمان أو ديكات حال فلم كذا قال سمع اعتراض من قده وكا أقن زوري نوانالا كمي نوادالا استي واعترض ابن مالك الثانية بقوله تعالى ابن مالك اعتراضي دا ولدوها مكان لكاما أو كأملامي ابتدايا مضارع تخليسك خالص وبالوتيك بوحال اعتراضي لوداوه
بدو آيات يكم يعني بقول تعالى بم فرمودي ذات باري تعالى وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. باش أو اعتراضك واضح لتي دايا اي امان او دوم ينتوزك شاراوي ديلا بلان او يرا واضحه ودل خاونه كي تو بيغمان حكم دبي داوري دكا حكم دكا لبيني عند الروج قيامته ربتي بداهاته واضحه دم ذات شلون اللي ركن على اللامكا بو حاله هو بس قيامته دل قيامته ما هزر في زمانك هنا وك يوم القيامه كي زناته لقيامته اخوي قولا او داوري يدك او حكم يدك ايوانيا لم يتحكم لبيني عند ليرا دا خو ليرني اما واضحه اماش يعني اني لا يحزنني انت او توا امان امان وكو زمان هذا زماني ماضي الواقع لان راه بردو بلان تبعه وقتته بحال حكادس يعني بابتك ويني بابتك كو خوي والبجيو كولين اس يعني بتشي ونا وقصه وداستانك تبعه كاتب ريان يوسف تيان يوسف دبين دلغ خمان پیام خوش لگال من بیبی بین دلوا با هندی شد بخوا و هندی جمع و کای و گالتو و گپ کاو با به بهله جوره و بیو هوای قلیده و قولی کردی فرمی یعقوب علیه الصلاة و السلام فرمی اینی لا يحزنونی ان تذهبوا به و من بیتا قدکا اوک ایوا یوسف بر بردنی ایوا للا بردنی یوسف للاانی ایوا و بو من ما بیتا باش أملا لا أملا ملامي ابتدى لامي أوانية كمضارعة كالتخليص كابو حال يعني أو يبيدابك جاء تماشا كان بوخوي دفرم فإن الذهاب كان مستقبلا لبر أو ذهابك كتذهب مستقبلا شونك أو تماشا كان برا كان يوسف بيشنياريان دابا بابيان باباوشان كباوجان با يوسف ما لقال لابي أرسل معنا غدا أرسله معنا غدا أوك لا بلا يلعب ويرتعش تيش آواي آتك كلي أقربا غلط النخيم بيتغاني با هنديك هالبزيو دابزيو با بلين توزي إصراحة كاو أو بيجنياران دا كتيان قالوا يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أهوى كتيان مدي بارزونا لولا حافظون باشا قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به أهوى يستي قسك ابن مالك أو يدلا كاكا دلا فإن الذهاب كان مستقبلا وقت أوان بيجنياريان دابباو كيان كيوسف من لقلب نيرا باهن ديك خلبزي ودابزي وإصراحت كاو باهن ديك قمو قالتين قمو قالتي خويب كاي من الان وانا بهل جول نبي باو تشوتينا من بيتعقدد ميو بيبن الأخوتان بيبن واستداهتو دلف إن الذهب كان ذهابك مستقبلا تذهبوك بتي بترزني بقريني أداتي استقبالك كأنا كيلس كأن كحرفي مصرية ناصبي مضارعة باستقبالش إيه أما كليرش دا بوتا فاعل يحزنه جملة أنت تذهب به أنا كوصي لك يتقرأ دبنو فاعل يعني أولي ده إني لا يحزنني ذهابكم إياه به اشتيش يا ذهابكم به نا إياه نا يتاوب عفوا أنا هي إني لا يحزنني ذهابكم به أبو اللي تود بيت فاعل كيف لو كان يحزنوا أجل صورتك دا يحزنوا لآتك دا حال بحكمي وكلامي لسلا باشا أم كشي درست بيت أم محزورة ديتا بيشو أم شتا ديتا بيشو كده بي إنسان ليراك تشي ديتا بيشو لازم جوابي لوك لازم تقدم الفعل في الوجود على فاعله ديتا بيشي بيش كوتني فعلك لوجودا لحيزي وجودا ديتا بيش فعلك بصر فاعلك إذا مع أنه أثره هاي أو ضميران هميشا وكبرى بتشوكت عن عرزي كردون قاعدة وقانوني ضمير رياهات كان قلمك سورتان بيبي
مرجعي زميرك دياري بكن بجمالة يا بحر يا بحر شيء مثلا لجريدة جيم بنوسن مرجع كشي جيم ولا بنوسن يا يكك بنوسن ولا سمرجع كيك بنوسن يعني لجر زميرك يك بنوسن ولا سمرجع كيك بنوسن أو ليت حال ذبه جا زميرك زميري أنه أو أنه هو أتتب فعلك أثره أو زميري تتب بفعلك أجر يحزن حال بيت يعني بواب حكمه قبل اللام إلى سلو حال به چی دیتا پیشه؟ اما محزوریک دیتا پیشه، غلطیک دیتا پیشه، غلطه کتیا دیتا پیشه پیشکوتنی فعلکه لوجوده، لبونده بسر چی ده بسر فاعلکه؟ معنه اثره لگلوشه فعلکه اثری فاعلکه آخه چون فعل به فاعل بید؟ تماشا که چون؟ یعنی اگه تذهبو عفو یحزنو حال به اینی لیحزنونی کمن استه بتاقدبم بتاقدیک فعلکه که زمانی حالی بول نظر بگیری باشه چی دیتا پیشه؟ ولا او دیتا پیشه که فعلک که حزنکه یا بسر فاعلک دا که او زحابکه که با تأویلی مسترده بیتا فاعل لاقیده او لپیشه ویا چون که او زمانی حال او زمانی استقباله دی حال همیشه لپیش استقباله یا زمان دا ایوانی ایتل لحالک شا مکاته که فعل اثری فاعله يعني بيش داده بفاعل ببجاء أمزا فعل معناه خوي بيداده كأستير فاعل معناه مفهوم وجودية كي خارجينية كتي فعل هاتو دا بيشه أما إشكالك بقول ما مصير قدم داقو ملاهنة لاقعدة إشكالك عالمانة لاقعدة أما إشكالك دا نجد جاء أما اللي ردا كما بستي فاعلا فاعل استلاحي ما بستكاكي من أو كذا لين فعل وفاعل ومفعول أمانة فعل إصلاحي إنا أجر أو نبيدخل واقع ده علته هو باش الذهاب كفع كفعلك علته هو حزنك الواقع ده أيوانيا والواقع ده تماشى لك أي ذهابك كعلته هو حزنك أيوانيا وبوني حزنك بس تلاوته ببوني ذهابك لاقد يعني اگر يوسفي نبن بطاقتي روتنا تلاقع بطاقت بونك معلول علتك كبردن يوسف تبيني حزنك مترتب لسرتي داد مزل لسرتي لسر ذهابك يعني اما مسيب فاعلي اصطلاحي چونك قاعدة ده بفاعل هميشه لبيشه وبجا لوجودا زا امزا فعل معنى يخوي بيدادك چونك فاعل نبي وفعل موجود بشتكي سير لاقد أما إشكالك كجنابي أنجلتويتي باشا ذا استأمز دعاوة الدفرمي والجواب ديارك ابن هشام برحمة بينا قال أو كومالا كوفيانيك الله لام كاتل سم ضارع بو بو حالا دي والجواب جواب يعني لبري بو أم إشكالك يعني لم أما أوليان يعني أم والجواب وما جواب بو آياتي أول كو إن ربك ليحكم يوم القيامة كصريحة باسقة مدكا يعني جواب لاعتراضي بن مالك بالنسبة آتي كما هو أن الحكم في ذلك اليوم واقع لا محالة بل حكم خدا لباري أوانوا لو روجي قيامة داد واقع لا محالة يعني ببهج محالة يعني قطعي أشتوى حكمه دي وقتك أوابه فنزل منزلة الحاضر المشاهد أم حكمك لو روجي واقع دبه نازل منزلة كراوة اشتك حاضر ومشاهد به اشتك حاضر به ولبردسة به وبتشاو ببندري يعني لبر او اشتكى انما قاعده كده على بيدا مش على عادتي يعني اشتكى حتمي وقوعك بيجرفت وقوعك بقول اخوان لا محاله يعني ببي محالي تدانيا واقع بونك يعني اشتي شي صد لصدى هات نجيكي دينن بجورك تعبيري ده كنوانيا بشتكى لجشتي كده دنن كحاضر ومشاهده ولبردسته ولبرچاو داي وبچاو بديده كده يعني بوشي وتعبيري ده دنن اول اللي كان ده بمشي وتعبيري ده ده وتاني هر لبر اويك تشي بيضلن بوشي وهات ولا بركه چون كشتكشتي لو شي ودا باشا ها زوشك اما جوابي او اويه يو اتي بيش ده يعني بوب أوكا أما حالة بلا حالة مجازية أما حالة بلا حالة مجازية البته دمامي نشتي چكا دلك أوشتي دمامي نازل بلا مشتي كي جوانا دلي تكري أم جواب البدرته كلام لم آيات دا بو محزي تأكيدة
هر تأكيدي مزموني جملة كده كاتوانه بلان أو دلالتي كده بيجيني كمضارعي ترخانك أو تابت كابحالو أو إليه مسلوك لأو ليه استندراو باشا هر وكو دواش أو اشتدت همك هر جنابي قصي زمخشري ودمامني دلالة كدلالة لام للفزي الله دا للفزي جلالة دا لو لفزي مباركة دا لتعريف كوتوا فقد بو محزي تعويز القيدة باشا يوز الحس في همزك كالأول أبوه مثلا معنى تعريفي لاستندرا وتوني باشا آه إيه بلى جعل بتي خدي من شام أقصي إذا ما خشري تزيف ذكاء ودواد ذل واقعدا بارحال أما دبيته وك أما ليرا كندا أما مجازة إيه زوج شاكا أما يعني أن أني أما مجازة حالي مجازة إلى آخره يعني هر حال ولا حالي مجازة إلى آخره أو حال حقيقية باشا أو زود ساك أو جوابي أو والله كجوابي كيشا زود دل تصبنيا باشا بار حال جوابك أبو بوك أو حكمك أخواتي كان بينيان دا لو رجلا واقع لام حني الصدى الصدى تجي دي وقت كأوابي فنزل منزلة الحاضر المشاهدي دي بو دلال رجل قامت أو ديالية كان بداهاتو دلال لبن أو وقت يكشتي كأو واقع أو لا محال يعني حتما دي تجي الصدى صد ديت الجيغي دادن دري لجيغي شتيك حاضر وبردسته ومشاهده وبرتشاوه بمشي ويا دادن دري اما كلا اخلا لبت حالي مجازينك حالي حقيقي ايه زور شاك اما جوابي اعته وان تقدر دبيت جوابي بو اعتي اليوم اني لا يحزنني ان تذهبوا به وان التقدير قصد ان تذهبوا والقصد حال براسي أمانة ما نموكو أمانة ديلين بلان باور قناعتان بحمو تكلفين مجوابانا يعني دل تصبنين براسي ويعني أو أم وأن التقدير أتفى بصلا أن الحكم يعني والجواب يعني جواب لبري اعتراضي بن مالك بنسبة آية دوما أن التقدير قصد أن تذهبوا به يعني أصلك أو إني لا يحزنني قصد أن تذهبوا به أمن نار حدك مبستي أو مبستك أو يوسف برن يعني هر نيته قصدي أو تان هيك يوسف برن أو أبي تمعيني قران من زاد ما لحال داو القصد حاله قصد حاله قصد حاله باشا أما دلنا بمشي ويا أتر أمجا هل خوشي بحزك أدوا يا أخو لبابي فينجك حزف خلاف في أصله وكمالك قواعد وزوابد دبيل نزل بجي أبو حزف اشتكي رمكيني لواقع دا حرام أنا منذ هزا كم تكلف جاءت الأمجة وتقدير أبي حيانا قصدكم أن تذهبوا مردود بأنه يقتضي حصف الفاعل لأن أن تذهبوا على تقديره منصوب باشا دي قد فرمن أما ابن هشام برحمد به كما زوجاران وتومانا لبر أوكا بنهاية با ابن هشام با أبو حيان قلصة لحر شوينك دا زمينة رخصة بيت لبار بيت بو تاندان لا أبو حيان كاري خوي دكا يتر لقل أو داكا ابن هشام بيه يكي زور صالح بو بيه يكي زور ديندار بو إنسان يكي زور باقانو أبو خاص الحاوة بلان أو بلان حستيار وحساسيتي كبويتي بأبو حيان لا بعد بدر بوا يعني هندي جار خدا لهم ولا كان رازم هناويتي قاندويتي أو جيبيتامي أما لحالك دايا أبو حيان زاناكي كمية كابن هشام بمشيوا بلين عودي خاتجر حملو وبمشي وبيرحمانه بلا مريد لا قصيد لبل وبيجمان بن كأبو حيان لابن هشام جولة النبي خوكم ترنيه وأبو حيان باعتراف دوس دشمن مستهدي مطلق بلا منازع لو علمده وقت بكاني أو برغمي أو ابن هشام في قلص وقت بكاني ابن هشام يكي لسر تشاو كانيان كتي بكاني أبو حيان باش هما قطعية لا قادة بلا مرحل أم هستياري هبوها لبينيان دا
اویش او من پیدل که بشر هر چند گوره بید بشره اوصاف و ضعف بشری زعلا بسریده اوی کوا پار ازراو اللم بین ده فقط پیغمبران علیه مصلاوات و السلام تا دلی ابو حانش هر اوی گوتو جوابی داوت ابن مالی گوتو تقديرك يا اوايا اني لا يحزنني قصدكم ان تذهبوا اي دلك او تقدير ابو حيان مردوده باشا بس مردوده طلبوا بانه بوك شان حال وهايا يقتضي حذف الفاعل او تقديري ابو حيان سرق شاشه حذف اقتضاي حذف فاعل يعني فاعلي داوي حذف فاعل لكات شكا لأن أنت تذهب لا تقدير لبر أو أن تذهبوا لسر تقدير أو حال منصوبة دلي أو من وتوما آوايا تماشاكا شونا أو تقدير ابن هشام لقل ابن أبو حيان فرقيا لتدا ابن هشام لا تقدير لك قصد أن تذهبوا قصد فاعلي يحزنوا وأنزا أن تذهبوا كلبيتا ومصدر دبيتا مضاف إليه أهتا ولي بوتي بو قصدك يعني تقديري أبو ابن هشام أو دبيت إني لا يحزنني قصد ذهابكم به ذهاب دبيتا له قاعدة دبيتا مضاف إليه بو قصدي باشا بلان أبو حيان واتا جناب ابن هشام تقديري فقد مضافي كردوا مضافي مقدر كردوا بلان للاشكوا أبو حيان مضاف مضاف لتقدير كردوا قصدكم قصدكم أو قصد دبيت فاعل مضاف بلوكم كم مضاف لكيتي أمجا أن تذهبوا رازك دبيتتي دبيت منصوب دبيت دبيت مفعول به بو بو لواقع ديوانية ويلة للواقع لا تقديري منصوب باشا جاء تقديرك آواء بلاء ابن هشام قصد أن تذهبوا والقصد حال أم جاء وتقدير أبي حيان قصدكم أن تذهبوا أو تاوليتي مردود وتقدير أبو حيان كذلك قصدكم أن تذهبوا أو مردودا شكا بأنه يقتضي حصف الفاعلي لبر أو اقتضي حصف فاعل لكات باشا يعني حصف فاعلي تدايا كامي فاعلك قصد خوي مسترنيا باشا أما بس أو فاعلي وأنا ككينيا فاعلي يحزنني ما بزنيا شكا أو فاعل يحزني هر قصدا شبه تقديري ابن هشام به أم توز عبارة ولدا فاعل يحزن أو كاتا شبه تقديري يعني تماشاكا تقديري ابن هشام وتقديري ابن هشام خالك أو بشان هي قدري مشترك يعني هي وخالك اللي اكترازان افتراق يعني هي خالا هاو بشكان بلا ابن هشام ولا ابو حيان فاعلك يحزن محزوفك قصدوا كمضافك باش تعب ايتر أمجا بلاء ابن هشام وإني ليحزنني قصد ذهابكم به أو لدت بلان تقدير أبو حيان هر قصده هنا بلان بإضافة بلوكم آوايا شي بيضلن بمشي ودردت إني ليحزنني أها قصدكم تاول لي قصدكم أمزا أن تذهب لي قصدكم ذهابكم به أو لدت جادلا تقدير أبو حيان مردودة كذلك قصدكم أن تذهبوا بوكا شأن حال وهاي تقديري أبو حيان اقتضي حذف فعلك ككومك شوكا قصد لواقع دا خوي أويا مصدر كلمة فاعل بو يحزن خوشي مصدر مسترش عامل بوكو فعل لقصد لردا متعدية أو قربان كومك كي إزافة كلا وقصي ولا إزافة كلا مضاف إليه المحل رفعي هي أو دبت فاعل بو قصدك كمس أو كومي حذف بو وأمجا لبلو دلل لأن لا تخلو أن تسبو لسر تقدير هاي تقدير ستوب أبو حيان لسر تقدير أبو حيان منصوبة شون كرازك أولي ديتواني إني ليحزنني قصدكم ذهابكم به بلا ابن شان دلل إني ليحزنني قصد ذهابكم به ليدا مضاف اليوم مزلول بلا ليدا خد فاعلي يحزنك قصدها أو تشيشيني ابن شان دلل بلا دلل قص إضافة كلا ولا تقتلي أبو حيان لا بلو فعلك فعلك حذف كدوا وأن تذهبوا لواقدة منصوبة كالحركة لسر تقديري ابن هشام أن تذهبوا كيا مجرورة أو عبارتك أبو شوية أن قصك اللي ركان داك أو قصة توكينو وأمزا درجة ببحثك أما تبئة لخوارة تماشاك
هذا يعني قبا واشتي يعني أن المصدر المؤول في محل نصب مفعول به المصدر قصد وايا مصدر مؤول كان لمحل نصب دا مفعول به بمصدر قصد ممكن كقصة وقصد فعل للفعل يحزن قصد جو فعل يحزن ولا يقوم المنصوب مقام ناصبه باشا على حين يقوم المضاف إليه أن تثب مقام المضاف المحذوف قصد وظل منصوبك ناتت جيكي ناصبك لكاتي لوي لحين لكاتك كمضاف إليه وكون تذهب بيد تتجيكي محذوفك كقصد أما دلي أبلث أو نويت ابن هشام بلا نسيد دزان متيلي دلي والحق أن أبا حيانة ذكر بيان المعنى لا تقدر يا ولا مشاحة في الغالب بينهما وشام متأسفون أم للا أو داوري كقباوة أجاد لما منصوبك كبلين كأن تذهب كلمة مصدر ناتج جيجي ناسبك كقصة قص ناسب أو لكاتك كمضاف إليه كأن تذهب ولتاتج جيجي مضاف محذوف كقصة يمشام هذا لا يعني وقت قصتك مضافك حذف بوا مضاف إليك كأن تذهب لتأويل مسألة تتجي فاعلك وإعرابي قلت له والله لا تقديري أبو حيان ده وين هاجل هذا له هذا له حق هو أبو حيان بياني معناه كده أنك تقديري إعراب شو كا أم قصي قبا وراس جاي والتقدير ده بين ليكي ودي آية براسي تقديري أو تقديرك تقولك تقديري معناه تقديري إعراب بيانك تودك بيانك بياني معناه بياني إعراب أجر بياني معناه بيوكو أم ديله أم زانا زانم خو أما اللي شو داو تويتي لا لا تفصيل كاتي لا 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 شرح تفصيل أنا زانم دل أما معناه ما بزو نخت اختيار لا ودل شيشني لخلاف لو بينات شو كاني خلافك لفظية معنوية ودل مش عارف كسي كي متعسف يعني تندو تيجي لو بابتان داو لا ريل هذا لا جال بزال لو بان أما 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 كاري قباوة قباوة دل بلان أجر بيلين بحثك هي جنابي وحزادة تماشاك بحثك هو يدلي أن تزوب تقدير أبو حيان منصوبة كفعل قصة أو كبعض ما كده ديت ناتشة جيجي منصوبك منصوبك كتزبوا ناتشة جيجي ناصبك وكو قبع وشكتي باشا بلان لسه تقدير جنابي ابن هشام وكو عزم كدن أن تذهبوا مجرورة كمضاف إليه بوقصد لبدا مضافك كقصة حذف ده بمضاف إليك كتذهب تتجاكك إني لا يحزنني أن تذهب بي وقت حذف مضافك كلاك قصوى أن تذهب لي بتفاعلي وكو باسمانك بلان لا تقديري أبو حيان ده ناتشل أقل تقديري أرابي رازك ناتشل وواقعيتك باشا أما إشكالي تدني إذرتك واتا لا تقديري ابن هشام ده مضافك حذف ومضاف إليه ده تجاكي مضاف إعرابي أو دكتب بلان لا تقديري أبو حيان ده نخير ناتشة الجيجي أبي وإعرابي وجناكرت أوا أما مقصك لو دا باشا إيه زوت شاكا ترى أمزا وش كمضاف تدقري لمضاف اللي أما شتيكا هلا بابي شو هذا ديو كشتيكا واضح رونه كإشكالي تداني زوت شاكا بلى باشان جنابي وحزادة دل أجا قصيرة هست الدوي أما وهمة غلطة وهم يقدر زور واضحيشة لبرو فاعل يحزنني أن تذهبوا بيش تأويل لبيش تأويل كذا فاعلك يحزنني فاعل يحزنني أن تذهبوا بيش تأويلك باشا بيش أو تأويل سيب نشان بك سوي حامك أن تذهبوا إيه زوت ساكا ولدوا تأويلكش أها جيجي فاعلك شي دقيقتان قصد توقع دقيقتان وكوشن وكو يما كدلين ضرب زيد استي ضرب كبيش دا ضرب بو بيش نقل كدني ضرب بيش نقل كدني برو ضرب مثلا فاعلك امر بو تولي ضرب عمرو زيدا بلان دوا نقلك فاعلك دبت الزيت اما اللي هو لازم نا حصف فاعل كلابت باشا زرت شاكا وأمزع أويلي بيدانا بك أما قدغي مثلا حسب فاعل إيه شونك أما شوينك لو شوينك اتفاق لسرك أو دبيت أو باشان أو دالي عبارة أبو حيان لشري تسلا أو دقينك كمستر مقدرك مزاف برو فاعل برو مفرد تقرأ
وأمايل شكل يرده باشا دلها عبارة أبو حيان لشرح تسلا أود جينا كمصدر مقدر كقصة يا توقع على مضاف برو فاعل مفعول تقرأ شو كل هذا دل أوى دل دل تقليدك أوى لا يحزنني نيتكم وقصدكم أن تذهبوا به دل تقديرك لا يحزنني نيتكم وقصدكم أن تذهبوا به قصد حالة فعلي يحزنش حصف مضافك كلا ومضاف إليك تتجاك باشا حصف مضافك كلا كنية إيوانية مضاف إليك تتجاك أما مضاف إليك ككوم ليركان دا بلان ليركان دا مضاف إليك يعني بلا أو تقدير أبو حيان وهم كومك وهم أن تسابقش نيتك ك يا قصك وهالكامي كان بفرغناك كحزب فاعلك ككومنا ترجعك أن تسابقك ترجعك زاهدا وادر ذكي باشا آه ودل أمس أول لازم نايل لا أو داك إعرابي فاعل بيبدر للصنعة لنحو دا مفعول نبي لمعنى ده بو محذوفك يعني ذكرية فاعل بلا لمعنى للصنعة لنحو ده مفعول يجبل معنى ده باشا أمزة إذا في مصدر بلو فاعل ومفعول طلع اشتكي مشهور نبلا إنكار كنك يجي خوينيا شو كدلي حلبيو ابن عادل لم أعتدى كدلي تحيتهم فيها سلام على أول لوانيك إذا فكرة ومصدر وفاعل ومفعول كي تقرأ شو كلمعنى ده آوايا أن يحيي بعضهم بعضا أن يحيي بعضهم بعضا يعني اشتكي زور سيد أوي كأم بياو ديلا باشا بلان أوي دلان ذا باشا خوي دلا دل أوي كإيراد واقع دبي أوي كإزافي مسار برو فعلك حقيقية وإزافي برو مفعولك مجازية ديتا بيشا وكاما جمع إلى بين حقة مجاز ذاك أمش خوي قدفيه أما دواج دلا دكري أمش جواب بدريته بوكا ممتنع بني أوشتا اتفاقين يا بريكي زولا إمز رقان بيدا يعني أو مضاف ومضاف إليه كام دلا مضاف ومضاف إليه نحوينيش براسي چونك تيقران ناكري برا أشتيك اللواقع دا هم بو أوبي وهم بو فاعل زافة بكري هم بو فاعل زافة بكري أما يوحي زادة بلا بوكا باسم كر حسنا كم تخبطي كي تدا وكو عرب دلا اللواقع دا يعني اشتكي دقيق ورني لواقع دا باشا برحل تقديري كارم بوي قباوجني تقديري ابن هشام لبواري اللغوي ودقيق ترى تقديري أبو حيان حسف زوت ترى هم قصتي حسف هم كمتي حسف يعني لا تقديري ابن هشام دا يك حسف حياك شونك أول دواتج خلنا لبابي حسف كذا يعني هميشة لحظة الرسائل يشتد بكرة تمشى تقديري كبكرة أو تقديرا مزبوط وريكو بيكا كحسف كم ترتي دابت لا تدري تشاو بوشي دكري لو حصفانا لو تقديرانا كحسف زوري أنت دايا أما أصلك أما قاعديك كلو بدوا إن شاء الله إما ديخوينين جا أما قصك أبو بأو كمن داوريك كم بو علم سقطي خوموا كارم بو قصي قباوان يتون قباوان شر قصي بتام دكا جار بزار قصي خومان بي ابن هشام تقديرك منطقي تلو علميانة لا لبر أوى يك حسف تداك قصة تاو مضاف حسف مضاف ليش تتجاكي وأمشتك لعربي دا زورا ريلنا جيلا زورا بلان أو تقديري أبو حيان بهر تند تقديري معنا جبه كوابي لا تقديري معنا بلا قيدة شو كتقديري عربي شا لا قيدة أو جناب أبو حيان محذوفك زورتلا فاعلك كحسفك مضاف مضاف ليك شلق الله حسفه جاء حسف مضاف مضاف إليه تجرى حتى نشتك هيا يعني وكوبون هيا بلان أونديك مضاف حذف دبي أونداها أو يقصك أونديك ومضاف حذف دبي أو زورا بلان أوندي مضاف مضاف إليه حذف دبن كما يعني أوند زورنيا أو قاعدة كله اللي بيرتان به حذف مضاف بتنيا زورا دلن شتيك لقرآن ده لها مشتكان زور ترى بلان حسف مضاف مضاف إليه لقل يقدا تبعة أما شتيك توزق
جيني قاشا وبيريسي با ليكورينو بوانا هي لاقيدا هرشن قصيده اذا كان كضلن هي بلان او عنده زورنيه عنده قوينيه يعني تقديرك ابن هشام بلا دقيق ترى اما انكارين اكلت كارم قباونه تاوت هذا وتدخل باتفاق في موضعين احدهما يا احدهما هل لا يدرس احدهما المبتدا او والثاني دواتر بعد ان ام داما لكودا داخل دبيو تشي تاكاو تشيناكا طلع ام لاما باتفاق نحوي كان داخل دبيو لدوشوندا باشا لدوشوندا ام لاما من هي زاد يقتك يا كميان المتدا سر متدا باتفاق باشا كاكيبلا وكن نحو لانتم اشد رهبه انتم مبتدا اشد خبرك تاو أما لردا شو تصير مبتدا أما اشتكي اتفاقي وبي نقاش وبي اشياء وبي اقرفتا أما تائر أما جي نقاشني دو والثاني بعد إن لدواء إن شو قدبت لدواء إن أنزل لدواء إن الراس وخدت دواء إنك ونا شونك إن أداتي تشيد لام أداتي تشيد ناك للقل يقدام بلان ما بس أو لكلام يقدام كإن لكلامك داهية لام ابتدا جديد أما لتشودة أو بحثي لك يا دهميان كبا اتفاق وارد بأم لاما بعد إن وتدخل في هذا الباب على ثلاثة باتفاق هذا الباب ما بسي في باب إن وداخل دبا أم لامي ابتدا لم باب إن دا بوسر سيدانا باتفاق داخل دبا يعني سيدا سرسيش باتفاق يكم الاسمي الاسمي بدل لثلاثة يا كم اسم يعني ستسرتي اسم اسم لردا اسم إن يعني ما بس يبي اسم أو كفي أن بتشوف كفي خبري إن وخبري مبتدا ذكري الظرف بيه ذكري جملة فعلية بيت باشا بلا كذا لا اسم نعم ما بس يعني نفعل بين الظرف بيت أما كذا لا اسم يعني عامة لو يك ما بس له قاعدة أو اسم بيه كبلين لبرابر تنيا فعل يعني اسم بيو فعل وزرف نبيت شو كفعل وزرف نابنا اسم لواقعدة باشا جاء أو كاتا كتشو سر اسمك واجب خبرك بيشي كويت شو كاسمك إني لسربي ولا مش لسربي نابت وقت تشو سر اسمك أول شاهد كان دا درد كويدينا نيفرموا دبيت خبرك بيتا بيشوا أها وكو خوي أفرمي مثلا إن ربي لسميع الدعاء تاوليتي أما تماشاكا دكتة سد دقة فرمو على أساس الاسمي أساس سر اسم اسم ليه ردا دقتك أما ما بسي هر خدي أوانيك شيء بيدلن يعني دم هي أوبلم اسم إنك نية ما بس ما ويا اسم يعني اسمك كلا برابر فعل زرفع قرار دقل إنك الاسم إنه جاء اگر چو سر اسمكي إنا اسمك لبسيت دواوا بلان نا هر دشت سر اسم دجبت خبر بو إنا لدواواش دبت تماشاكا جاء خبر وكو أرزم كدن إنا وأخواتي إنا منصوبة كان كدبت اسم بوين ناب فاعل وزرب فاعل وزرب نابت اسم إنا بلان خبر كان باسم ديت بفعل ديت اسم إنا فعل نابت ظرفش نابت بلان خبري إن اسم دبت وكو مفرد باشا أرزي بلاي خونكو يا وكو مضاف مضاف إليك حكم مفردي هي بفعل جملة فعلية درديت بظرف وجار مدروج درديت جا اسي اگر شو احيانا شو سر اسمك كاليردا تماشاكا لردا خبري هي بشايت هناوتو لآتك دابهم إن ربي لسميع الدعاء استي رب او اسم انك يا سميع خبرك تي لامك تو تسر بلا اي قال تشوسر اسمك تشوسر اسم لباب ان ده ولان اسمك اسم انبو اما لا تشو تسر اسم لباب ان ده اسمك خبر ان اما بترتيب ليردا واجب خبرك حد بالدوابت اما ششيت دانيه رب اسمك تي لبيشو سميع خبرك تي اما بيشش باشا جيغاكش لاصل ده سر لقال إنه لبناء إنه دابه بلان شونك اجتماعي دوء تاتي تشريه دا تتدبع زعمزة أقل شو سر اسمي إنه وعزيب خبرك بيشكي وإن لك لأجرا تاولي وإن لك لأجرا
إن لك لأجرا. أو لك خبري جار مجرور خبري إني بيشكوت أجرا اسم كيت لام تتسلو تتدعو. يا مثلا وكو اسمك دكريت لازم كل اسم بيو وكو أم خبلا خبري إن بدو وكو أم شاهد قرآن إن ربي لا سميع الدعاء يا نا دكريت معمول بيو أو كلامك تتسل معمولي خبرك بيشكوت بيو وكو إن زيدا لطعامك آكلون يا تتسل ضميري فصل مثلا لو نيو أنددا إن هذا لهو القصص الحق تاوليتي إن هذا لهو القصص الحق تاوليتي اي زوت شاكا يا دشيت سر اول بش لدو بش جمله اسمي كذبنا خبر بو انا انا لنحن نحيي ونميت انا واننا ناك اسمك ايتي نحن نحيي ونحن نحيي او جمله اسميه لا مكتو سر بش اولك باشا ودشيت بش اولك باش لبش دوهمك الى قاعده هرتن بكمي هات وان زيدا وجهه لحسن بجي ولا إن زيدا لوجه حسن إن زيدا وجه لحسن هات ولا ابن مالد على شازة ابن العلج شد على شازة أما أصله كشوسة جملة بتشت سلبشي أولك لجملة اسمية آوة باشا زور بجي والمضارع وهل باب إن دا اسمك أرزم كدن اسم مطلق اسمي ما بسه يعني كلا دا على برابر فعل وظرف دابد جاء أو اسم ذكر اسم إن بذكر خبر إن شبه نكهر اسم إن ما بزب أو عبارتك وعلة أن تجني سلا وقيد باشا شو كان شاهدك ما شاك إن ربي لسان رب اسم إنك يدخو إني لسرني لا مي لسرني أيوة نيت شو تصير خبرك جاء أو اسم عامة لويك اسم بديا خبر بيت اسمك عامة لردت اسم إن بيت خبر إن بيت نجمة بس في اسم إن بيت تابد أو شو كان عبارتك جورك أو تذكرون دي كابرة لتكتير والمضارع ودشت سر مضارع لشبهه به لبس شبه بوني مضارع به بتشوى باسمه هاي شبه بو مضارع ستو هاي بيه تتو باسم جاء البتا وكو شاهدك بخير إن ربك لا يحكم بينهم أو أم لا متشوى تسر يحكمه كجملة فعلية كبوتا خبر بوتيبو إنك أما بيش شيء بلان ديردا اشتكيك او يك دلم ام بابا تكميل نيا حزكم اشتيها كهايا مثلا مرجي هي جا اخي نازم لادامه دابيت انا دبي لي ربي فرميا يكم مرجا كم تتسال مضارع لبابي ان دا النقل بابي انه يعني حد شو نقدابي مثلا بمرجي وانا بمضارع منفي بيت شون كان مضارع منفي لام يبتدي نتسال اما يك دو ولا بمضارك مقرون ببسين أداتي استقبالي نابل السربيت أودو سي نابل نوني تأكيد الشبيوبت باشا أما وقت يقول إن زيدا ليقومن أي تلك أولامي للسلا على اللام كلام جواب القسم باشا أوسي تشوارم دبي نعمل ناس ونعمل جازم شبيون بيت اشتوى من يعني مضارع منصوب بعامل ناس بيعمل زنب بعامل جازم لامی بچه تسر شتی آمنی باشا او شتی آمنی مثلا تو نتوان دلی این زیدن لن یقوم بلا نتوانی بلی این زیدن للن یقوم لن لیقوم یا للن یقوم شتی آمنی لاقیده نیه مثلا زر چک او ضروره که بیزانن و الظرفی و در چه تسر ظرفی یعنی عادتا لمضاره لده بی او بلین وقت اللي تتصل مضارع إلى باب إن دا كخبر بيت وكو أرزم كدن مضارع باسمي باب إن وارد نابي أو تان لي تقنشت كني فرموا باشان ظرفي شروع ظرف ليرة دا أو كظرف بيت كمكان يا زمان تجار مجربة أمش عادة بو اسم نابي فقد بو خبر تبيت لي تان تقنشت وكو وإنك لعلى خلق عظيم أما كافك اسم إنيا على خلق وخبر إنيا جار مجرور او دير كان لدبيني لا مكتو ستي ست جار مجرور كظرف لاقيده باشا يك نكتيك كامام فراء برحمد بشتكي جالبي هي ابن بيرم لك دوله قصي اوي دقيق ناتو انا بلا موايا وانيا بلا نهز كم اوي او ديال زور وابيت مثلا فراء دلي اجل حرف جرك حتى بو يا الى بو قد غير لا مبتدا السر
حرفان جر كده أجر حتى بو يا إلابو أم جار مجرولة كب حتى يا بإلا ودسي بيذكر ببيت خبر بو إنا دل لام تلينا تتسر من نظام بلان دليل تيا هرتن أرزي بلاي خوم كم غير فرع رجدا دن دل هر حرف جر كبير كلا قال مجرولة كيد بنا خبر ألبتا ألبتا مجرولة كيد بيت خبر لسلا كده بنا خبر بو إنا دكلي لام تتسر بلان فرع دل حتى و إلى ناكريد وقت بمجرور كان وببنا خبر بو إنا لام ابتداء بتتسر باشا أو قاعدة زرت شاك الدليل كان أظنم بلان حظ كم اشتيكي جورب يعني لواقع دا حظ كم اشتيكي نازنم والله حربيا اشتيكي جوانا چونك نم بيستو والله اشتيوم تايسنة بيستو ما بسم أول بكا وش توعه إيه زور تشاكا دواعه أما بو أمس سيدان عن اللبابي إن دا بتشتسر اسم جاء اسمك عام لو اسم إن بيا خبر إن بيت بتشتسر مزارع ويا ظرف كخبر إن بناوة باشا أما باتفاق بلان وعلى ثلاثة باختلافين أتشتسر سيدان باختلاف باشا هل لبابي إن دا أما هل لبابي إن دا ظاهرا باشا هل بابي إن دايا إيه يكم لو أنا أحدها الماضي الجامد يكم يعني ماضية كماضية كجامد بيت باشا يعني البتاء ابن خباس ليس ليس سناك ليس لماضي جامد كذا أو دلالة لا مناتة تسر وقت اللي بتخبر بو إنش لا مناتة تسر دليل إيشيا دليل كده دلالة ليس خوينا فيها وعادة لام ابتداء لشوينك كبو نفي به نفي بيت لام تنازل سر نفي دي لسش بو نفي قصكش ريت يدته او يكم مازيك كمازيك جامد به ببيتا مثلا خبر بو إنا لواقع دا لام تنازل سر نحو إن زيدا لعسى يقوم لأن لنسخي كده أن يقوم آتو هرتن يقوم الدلوس أن يقوم الدلوس أو لنعم الرجل يعني إن زيدا لنعم الرجل قاله أبو الحسن ووجهه أن الجامد يشبه الاسم وخالفه الجمهور دقة كان اشتكبوا باتشي بو او كدلي ماضي جامد عادة وقت عادة دبيت خبر بو إن لواقع دا أما ماضي جامد لا منات تتسر إن زيدا لعسى يقوم إن زيدا لن أمر الرجل أما دلاء أبو الحسن يخرج تويتي لام ابتدانا تتسر ووجهه الدليل أبو الحسن يا وجهي عدم دخولك هر كامي كامي دلسة زي ملكي أبو بريوني دليل بلغي أبو الحسن يا دليل بلغي وكلا ابتدانا تتسر أن الجامد يشبه الاسم جامد فعل جامد وكاسم دجت دي اسم إنش نايت تتسر أبو بقى ولا واقدة زادي قد كان لذا بحثك يا بحثك ويا أبو حيان دلي ابن مالك لشرة تسلف فرميتي أم لاما ناتي تسر فعل مازيك مقر أو فعل مازيك مقوم ببقت يا غير مستربيت باشا دلي أم لاما ناتي تسر فعل مازيك مقر أو مقرم بفعل مازيك بقاد يا غير مستربيت أوجد دلالة لبر أول الأصل دا أم لا ماء اسم كلا تتسر مضارع لبر شبهاته باسمه ولا تتسر مازيه كشبهاته باسمه أم جاء أجر مازيك مقرم ببقت شنك نزيك لحال وق مضارع دته دروس تلام يبتدده إنك لقد قمت مثلا يا أجر مازيك غير مصري بكون نعمة دروس تلام يبتدسر شنك إنشاء دقيني إنشاش مستلزم حصولة لواقدة بوش بيها بمضارع دروس أبلا إن زين للأمر رجل أما إما لأبو الشيء ودرد إيه دعا أبو حيان دلالة لحد مسألة كده خلافة تلا ما زيكا مقرم ببقت تلا ما زيكا غير مستريف بيت باشا على أوان كمازيبي ومتصريف بيت باشا أجر مازيبي ومتصريف بيت قدي لقل دعنا بيت باشا مسهبي سيبوي فراء لسر أوي كدروزني لا يمتد السر بلاي أوانو دروزني بلاي إن زيدا لقامة
بلان كسائي وهشام ريغان داوا قد تقدير بكرت او كانت لا بتتزين بل ان زيدا لقامني بتقدير قد وعلماء تيان الدليل السيبوي هي لو ذاك كذب تتسر ماضي متصرف ببي قد حكم لام اول اول كلام دابل وقت الدوادة كبت واجبه تتسر اسم دي وكو وكل اولي اولي كلام بو اسمانه اتاوليتي دبي امش لاول وبد دي وقت لاول ونابل تتسر اسم دي تتسر مضارع چونك شبيه باسم دليل فرايش اويا قام فعلا منقطعة ولواقع دائت التوب أمزا مثلا كتو بمضارع دلي أن عبد الله أن عبد الله مثلا يصوم ويصلي يعني إدامة بن يجدد بل عمل ما زيد أن يكتب لي أن عبد الله صام وصلى يعني توب منقطع بوا بل كتب أن عبد الله يصوم ويصلي يعني اشتكى بردوام لواقع دائت بل أقا فعلك جامد بوكون يأمو بإسوا أنما سبسي ويدرزنا لا يمتتسر دروسنا بلا إن زيدا لنا أمر رجله يا إن زيدا لعسى أن يقوم بلا أخفش فره رقي أمان داره بلا إن زيدا لنا أمر رجله دليل أخفش كذلك نعمة تصرف تلا أنا كوكو اسما دسيت دليل فراجة كذلك نعمة بلا منه اسما أديق اسم بلا ميل ستسر أوش كنقل لك في كان أويا دروست لامي ابتداء ستسر فعل جامد ودوايا أبو حيان دلاء أمق سيزور بي أصحابي إمايا ولوانيك النص دقي هي كالسيبو هي أمق قدغيك دواء الصفارة أبو محمد بن السيدة كأمانا شارح كتاب سيبو هي باشا إيه بلان أبو حيان لأخذ قسيقك دلاء بيس اللكاتي اختلاف لن بابته لهر بابتي كداك اختلاف دات بيشوا إنسان أورداته وصر سماع آية العرب وبسلاوة أقر بو أو باش أجنبونا مثلا أجل بسراب العرب أولا إن زيدا لن يعمر رجله طلع من كارم بوني كزور بعلماء وتيانا كدروس تبتيت السري طلع باب بيت أجل شتي ولا عرب بسراب أجل نبي سرابو أصلا ونبت يعني دي ما بس هو أعماجيه كبورا يسيبوه كريسيبوه قوية شو قال يسيبوه برحمة الله أشتي بشري مشافها دم بدم ورجلت ولا وخلقها نبيستو شي لانه بيسوني كي بيستا حتما درجي داكدو تدويني داكدو دينوسي بلا كي استني دبي بقرينو بلا عرب هذا اخو عرب اما قلتو باش نان قلتو نايقين اوي باسك اوي ايه صار باش امجا دوايا والثاني دوهم دان لوانيكا اختلافي لسال لبابنا الماضي المقرون بقد ما زيك كقديل غدا قال الجمهور الجمهور دالن درست لام يتدسر وشو دليلك شو يكون بس ما كان أن قد تقرب الماضي من الحال فيشبه المضارع المشبه للاسم دليلي أو كالماضي كقد لسا دابد لام لسسر أو كقد ماضي لحمزي خاتوا دي شبيهة بمضارع كمضارع الشبيهة باسم يعني الأولى هنوا الشبيه يعني أجر قد لسربو ماضي كلحمزي مازج اگر لمعنى دا معناي حال نزيق بلمعنى حال وكو مضارع دتيت كمضارع خوش باسم يعني لم رقايا و شباحتك بو ام مازي باسم دروز دبت بو چونك مازي اگر قدي لقل دابو لحال نزيك دي مازي كشك لحال نزيك لحال ونزيك وق مضارع دتي كم مضارع والله مضارع كشب باسم لم رقايا و شبهك زعيف بيدادك باسم و دروس لام يبتسر عوا برام ابن مالك إجازة دعوة بتسر معمولي مازي كمقرون ببقد وكو إن زيدا لتعامك قد أكل أما كدد جنابي النفر وأوش دلرة جبيد راو بلان وخالف في ذلك خطاب ومحمد بن مسعود الغزني إيه باشا ومخالفة كدوا في ذلك لو ذاك ماضي مقرون ببقد لام بتتسر مخالفة جمهور كدوا خطاب محمد كريم مسعود غزني أمدوانا ومحمد بن خطاب ويك كلا زناني أندلس باشا إسدي بينجا محمد بن مسعود غزني هل إسدي بينجا أو كتبك محمد بن مسعود غزني بناي البدي والأخوار ودي الله أو ابن شام لباب بينجا محقق الجنسويتي بحثيك
جلال عدالي ابن هشام بن رحمه الله محمد بن مسعود غزني كتابي كي بناي البديع اللي هو كتاب ده مخالفي نحو كان لك يعني كوم الله رئيس سيري هن زاول يدا او البديع ام ديوا البقية من البديع يعني كتابك تاونا ما وتن بريكي ما ون اشتكي سيري والله من دارك ديتو ما هلو ندام بي عجابو أما مخالفان وقال وتوان إذا قيل إن زيدا لقد قام تشتكي لو شيء وقتله فوجاب من القسم وجاب قسمك مقدر يعني أم تركيبة إن زيدا لقد قام لا جمهور جملة لقد قامت يقرا خبر إني ولا متوتر بلان بلاي خطاب كأندلسي وبلاي محمد بن سعود غزني غزني عادة منصوبة بغزنة غزنة غزنة شكل شاركان يصير أفغانستان و سلطان محمد غزنوي كسي كي مشهور بو لولاته دا وشارك بو ظاهرا سرچاوي علم و پياوي گورو اشتي تايبه تايبه تي تياب ولاقه دا او كتوانا جواب وقسم من قدر اللهم لا يجبهلو نعم لام ابتدائي و چو تسر جملة فعلية كفعلك ماضي ومقرون بقل وخبر بوسيبو إنا تاو وسلسيون شنك اختلاف دا الماضي المتصرف المجرد من قد ما زيق بين متصرف وات مشتق بلان كقليل قلدان بد أجازه الكسائي وهشام جناب كسائي سردسته ما مصي كوفيان وهشام الضرير ك بلان يكك لبياواني دوباره كوفيا كانوا لمتقدمين كوفيا كان رقان داوا أما تشون على إضمار قلوكو اللي أبو حيان أبو نقل كدن بتقديري قد بسم الله الرحمن يعني اگر تو بلي ان زيدا اوا ان زيدا قام ان زيدا لا اوا بلي ان زيدا لا قام بلا جمهور دروزنيه باشا بلان بلا كسي شامو ان زيدا لا قام دروستا دلان بتقدير قال اصلا كلا قام وقالوا بلى على إضمار قد ومنع الجمهور بلان جمهور من ينكر يعني ما زيك مجرد به لقد متصرف ومشتغ به لواقع دا ناكل لام بالسلبيت باشا وقالوا قلت أنا إنما هذه لام القسم أجشتي واري هاتي بيشوا ما زيك بو متصرف بو لامي لسربو أو لام جواب القسم يعني إن زيدا لقام بلاك سايو هشام و لا مكلامي ابتدائي لسر جملي فعلية وكفعلة كمازي وبتقدير قدا بلان بلاي جمهور ولا مكلامي قسم تاو يعني إن زيدا آوال أصل الله والله إن زيدا أبوشيو لقام آو وقالوا جمهور وتيانا إنما هذه لام القسم لام القسم فمتى تقدم فعل القلب فتيات همزة إن كعلمت أن زيدا لقام تماشا كان دلي هركاتك فعل قلبي بيشكوت باشا يعني بس المادي الندى مادي الفنون كي وهم ما بتدقوا لفقيتيا تماشا يعني بس الندى ك او انك و دشيت سر خبرك لام عادة باشا اجر مادي فعل قلبي فعل قلبي هل وقت بيشكوت بس الندى ك لخبرك إذا لام ديت أو مفتوح ده بهمزة همزة إن كعلمت أن زيدا لقام باشا علمت أن زيدا لقام تماشاك دلتي وإذا تقدم فعل القلب فتح همزة إن حركاتك فعل قلبي بيشكوت لبيشوهات مفتوح ده بهمزة إن كام إن أو إني كلامي ابتدى سلسل خبركي لبر أو لام قسم لم ويني إيردا لشويني أعوادا فعلك معلقناك على عمل لام قسم باشا فعلك معلقناك على عمل لبر أو قسم جواب قسمك لم حل رفع بو أنك دي أنو مأملك شي صادي مصدي دو مفعولي أعلما بويا لام قسم لواقع نكوت وتبين في القلب معمولة كيو هروكو دكويت لام يتدى دكويت بيني في القلب معمولة كيو وكو ولقد علموا
لمن اشتراه. استولى ما مانع علامة كدني علمته. جاء أوكد لين علمت مثلا بونمونا أن زيدا لقام أو قام فعل ماضي متصرف مجرد لقت لا مكلاجون لا مقسمة. تقديرك علمت أن زيدا والله لقام أوايا أو علمت أن زيدا والله لقام بفتحي أن ولا مقسمش وكباس مانكرت فعل قلبي معلق نخال عمل بلام ابتدا بمعلقه كالعمل نجاتي هذا باشا دي وقت فعل قلبي بيشكوت همزي عرزي بريخوم كم فمتى تقدم فعل قلبي هل وقت فعل قلبي بيشكوت فوتي همزة إنا همزة إنا مفتوح دبيت شو كلامك لامي قسمة لامي تأكيدنية لامي بلام ابتدانية أما لحلقة والصواب إنما الكسر صواب للاي أو دوان يعني للاي كساي للاي شام كسرت شو كأوان بلام ابتداء دبينن ديد بيت كلام ابتداء بيت لواقع دا عليما معلق بالعمل دبيو كاتا مكسور بيو وعرزي بريخهم كم لا مكان لسر قد داخل بو ببلاهن وكو خوان باسين كر لا علمت أن زيدا لقام دا تقديرك آوايا علمت إن زيدا لقد قام وليرا كان دا بلاي أوانوا آوايا معلق العمل معلق العمل أو أداته باشا يتفعلك فعلي دو مفعولين بلان بلاي الجمهور تقديري لامك بقسم لك بلاي أو دوانو لامك بلاي امتداء دادن دري ولام ابتداء فعلك لعمل دخا بلان بلاي الجمهور لامك بقسم دادن دري وفتح دري بشي بأنك نك إن الناخوينون أن دخوينون وعلمت لو مثال داوك سباسا وكر معلقنا بالعمل وأن لقل معمولك يخوي صادم صليل مفعولي علما أبا مشاوي طب إذا وقت الفيديو